من المفترض أن تثير ولادة الطفل مشاعر الفرح والسعادة، لكن الولادة ليست عملية سهلة، وصعوبة الحمل لن تنسى حتى بعد الإنجاب. الاكتئاب ما بعد الولادة هو حالة غير متوقعة تصيب ملايين الأمهات الحديثات الولادة حول العالم، ونصف مليون أم في الولايات المتحدة سنوياً. تتسم هذه الحالة عادة بتقلبات مزاجية ونوبات من البكاء والقلق نتيجة لتغيرات الهرمون والتأقلم النفسي للأمومة. إدارة الغذاء والدواء وافقت على أول حبة دواء تهدف تحديداً إلى علاج الاكتئاب الشديد بعد الولادة. حبة زورانولون المضادة للاكتئاب تؤخذ مرة واحدة يومياً لمدة 14 يوماً فقط. ثبت أنها أكثر فعالية من مضادات الاكتئاب الأخرى، رغم أن لها آثاراً جانبية أقل حدة قد تسبب أحياناً زيادة الوزن أو العجز الجنسي المؤقت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.